أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين فلا تخشوهم واخشوني ولأتم
نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.